سيدة نوراء بدأت مسيرتها الفنية كمنشطات. شوف الصورة كم هي كانت سيدة. أيوة. أيوة. جمال وأنا رواحة تشوف بلاد الصحراء وبالك تنسى اللي فات مثل الغزلان وعيش في الطمرة وزين البدويات. السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو حيكون عن الفنانة الجزائرية نوراء. الفنانة الجزائرية نوراء أنا عملت عليها ردة فعل في أغنية عين الكرمة، كانت جدا جدا أغنية حساسة وأغنية جدا عجبتني، صوتها جدا أذهلني، صوتها مش طبيعي، صوتها جدا جميل. اليوم حنسمع لها أغنية جديدة وحنعمل عليها ردة فعل، بس حنسمع لقاء لشخص بيحكي عن الفنانة نوراء عشان نتعرف عليها أكثر. حطونا لايك واشتراك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة الروابط في صندوق الوصف. يلا نشوف بالأول اللقاء. يلا مرحبا بكم من جديد في مايسترو يا دراليس. اليوم شكون عندنا؟ شوف كنت فاشل في التحدي تاع الموسيقى، ورينا شطارتك في لاريبريك تاع مايسترو. دارها بالعاني مش كيتش فيها ان انا ما قدرش ما قدرش ما قدرش. صاريف 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 والف بلوك يا تفضل الياس. مايسترو ماشي مايسترو اليوم، اليوم مايسترا، احدى مايسترات الغناء الجزائري اللي شكلت ايقونة الفنانات الجزائريات، هي السيدة نوراء الراحلة نوراء لا ديفا دي ديفا الجزائريان، لإحدى صانعات الأغنية الكلاسيكية الجزائرية، رغم أنها غنت كل الطبوع الجزائرية، غنت النايلي، غنت البدوي، غنت القبايلي، غنت الكلاسيكي العصري، إلا أنها غنت كل الطبوع وغنت كل المضامين الاجتماعية، غنت على الحب، على الغربة، على الوحدة، على حتى الجيران غنت عليهم، غنت على الطيارة، غنت على أشياء كثيرة، لكن تقريبا كلها تصب في نتحكي الواقع الجزائري. سيدة نوراء بدأت مسيرتها الفنية كمنشطة. شوف الصورة كم هي كانت سيدة. أيوة. أيوة. جمال وأنا عنيقة الله يبارك. لي صورات صغيرة هو فوتوغراف جاي في ديدو شمراد، نسيت اسم السيد فوالا. مازال يومين هذا مصور تصاور تاع سيدة نوراء وسيدة وردة جزائرية وغيرهم. وإيمان. وإيمان معهم على جلالة. دونك قلت لك بدات مسيرتها الفنية كمقدمة برامج أطفال الإذاعة الجزائرية، إلى أن اكتشفها كمال الحمادي اللي ولا زوجها. أيوة. مستقبلا سنة 1959 وبدأت تقدم مجموعة من الروائع الغنائية، من بينها عودة أغنية علي معاشي يا ناس أماه حبي الأكبر اللي نالت بها جائزة الأسطوانة الذهبية بفرنسا، وهي أول مطربة عربية تنال هذه الجائزة، وهي أول مطربة توضع صورتها على مجلة باغي ماتش الفرنسية 1960. هلأ حنسمع الأغنية اللي حكى عنها وأخذت عليها الجائزة. أغنى وطنية يا ناس أماه حبي المقر، يا ناس أماه عزي الأكبر، لو تسألوني نفرح ونبشر، لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر، ونقول نقول نقول بلاد الجزائر، بلاد الجزائر. يا سايح هيا نتعاهد ويلاه بينا، ويلاه بينا نطرى في الدل سيدي راشد في قسنطينة، في قسنطينة.
البيت الأسود بنت قنطينة بنت قنطينة تتعرف برجال العهد والكل مرضينا والكل مرضينا تفرح وتسعد وتعاود وترجع لينا وترجع لينا يا ناس آمنوا حبي المقر يا ناس آمنوا عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر أشمر الدقة هاي يعني داخل على حزن ولا إيه Thank you.
الراس وهلمية تبعين دايماً حب العمال والتقدم العصرية مشاعر صادقة بصراحة. يعني تحية لكل إنسان بيحب وطنه وبيفتخر فيه. هاي الأغنية عملنا عليها ردة فعل، وعملنا قبل هيك زي ما قلت على أغنية عين الكرمة. إذا حابين كمان في عندكم فيديوهات، عفوا أغاني لنورة، اكتبوا لي أسمائها تحت خليني أبحث عنها وأعمل عليها ردة فعل. هي جدا رائعة، جدا رقيقة، جدا صوتها رائع، هادية. يعني أنا شفت لها أغنية عين الكرمة وشفت لها هاي الأغنية هادية، بتخلي بهدوء هيك واندماج وتلقائية ما شاء الله، والصوت طبعا ما شاء الله مش طبيعي. يعني تحياتنا لكم، حطونا لايك واشتراك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة الروابط في صندوق الوصف، ودمتم بأمان الله ورعايته. سلام.